365 дней. هل ممكن أن تقول لي لأي درجة هذه السنة من الحرب غيرت العلاقة فيما بينك وبين أقرب الناس إليك؟ أعتقد إذا كان هذا السؤال الأخير فدعنا ننصت لردك من فضلك. إن أصعب شيء هو أن أقول أنني أحبهم جميعا، أحب زوجتي وأطفالي، هم أهم أشخاص في حياتي، لا أراهم كثيرا في الآونة الأخيرة، أما أبي وأمي فلا أراهم أبدا. أنا أفتخر بزوجتي بشدة، وأعتقد أنها تقوم بكل شيء لأجل الأطفال ولأجل الدولة. أنا أعرفها جيدا كشخص وأتمنى أن تقوم ببعض الأمور لأجلي أيضا، هذا ما أمازحك به. في قلوبهم هم كلهم في قلبي كما ترين. قلت لك أن هذا السؤال الأصعب، لذلك لا أستطيع أن أجيبك بطريقة جيدة. أهم شيء لدي هو أن لا أخيب ظنهم وأن يفتخر أبنائي بي،